السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثأرا لأبينا إبراهيم عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن سيدنا إبراهيم يحبنا، بل ويحب نبينا صلى الله عليه وسلم ويحب أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، ليلة الإسراء والمعراج، فقال لي: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. سيدنا إبراهيم بيسلم عليكم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا خليل الرحمن. قال له، ثم أراد لنا الخير، قال له: فأخبر أمتك أن الجنة طيبة التربة، وأنها عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها لو حبيت تغرس فيها أشجار ونخيل، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فسيدنا إبراهيم بيحبنا وإحنا بنحبه وبيحبنا الخير، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما ألقي إبراهيم عليه السلام كل الدواب كانت تنفخ النار بعيدا عن إبراهيم، إلا الوزغ اللي هو أعزكم الله اللي هو البرص كان ينفخ النار على سيدنا إبراهيم عليه السلام لكي تزداد اشتعالا. ولذا أخبر الحبيب المصطفى ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، أخبرنا عن الأجر العظيم لمن قتل وزغا من أول ضربة. ففي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل وزغا مع أول ضربة فله 100 حسنة، الله أكبر، فإن قتله في الضربة الثانية فله دون ذلك، فإن قتله في الضربة الثالثة فله دون ذلك. فهذه حسنات تجري لنا من حيث لا نحتسب. اللي يقتل الوزغ من أول ضربة ثأرا لأبينا إبراهيم عليه السلام فله 100 حسنة، في الضربة الثانية لي أقل من 100، في الضربة الثالثة لي أقل من ذلك. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.